قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. يا خوتي كما على بالكم البارح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حضر لتخرج الدفعات تشتشالية. إخوتي الكرام، في هذه الدفعات تشتشال كان هناك واحد الفيديو يعني صنع الحدث. وين يا خوتي؟ بين وين؟ على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي المغربية تناقلوا هذاك الفيديو بشكل كبير جدا يا خوتي. نعم إخوتي الكرام، حتى أنه كاين واحد وش قال لهم؟ قال لهم تخيلوا فقط أنه الجيش الجزائري يحتلنا وش حيصرى. قال له هذو النساء الجزائر كما هكذا، فما أدراكم برجالها كفاه. نعم يا خوتي والله غيظهم ساكن، على بالك نشوف ذا في التعليقات تاعهم ونضحك، شابع ضحك يا خاوتي. فيديو من الاخر على بالي راح يعجبكم بزاف، وربما الكثير منكم شافوا، يعني راح نشوفوه كيف كيف ونعلقوا عليه كيف كيف ونضحكوا على المخازنة كيف كيف. انا درت الفيديو هذا باش نضحك عليهم من الاخر، باسكو تاع سقلة وتاع كف من عند الجزائري، نقطة عاد الى السطر، هذو هما المراركة يا خاوتي. قبل مشاهدة الفيديو اتغاوى على هذا الفيديو بالتفاعل، يعني التعليقات ولي لايك باش يوصل اكبر قدر ممكن من الناس، اتغاوى خاوتي عليهم لانهم عندهم الا الاعلام فقط، وباذن الله رانا طاغين عليهم، راكم تشوفوا خاوتي بالدعم تاعكم فقط باذن الله ما يقعدوش. كاين قنوات مغربيه في اليوتيوب. هذا الفيديو او عرض مبهر للفرقه النسائيه للكوكسول الجزائري خاوتي، يعني الفرقه النسائيه، اكدوا لي على الفرقه النسائيه، ما حبيتش يا المغاربه نعتلكم الفرقه الرجاليه لانه على بالي راح تنصدموا، لذلك جبت لكم فقط الفرقة النسائية. نشوفوا الفيديو كيف كيف يا خاوتي، شوفوا مليح خاوتي او دار حالة الفيديو هذا. انهم حماة الغف في امتار الابطال، نعم الرجال. نعم اخوتي الكرام، هذه هي المرأة الجزائرية العسكرية، تمسخير ما كانش خويا، اللي يشوفها من بعيد ما يديهاش فيها خلاص باللي عسكرية خاوتي، ولكن شوف شوف خلات تبوني صفق لها يا خاوتي. بناة الخير بعزيمة خاوتي اصبروا تشوفوا، شوفوا مليحة، شوفوا الشنق ريحة الشنق، بناة الخير شو يضحك او يتبسم عجبوا الحال. وعلي بن علي ثاني خاوتي، بعزيمة قادرة تطهر الحال، جزائر شعبك مكتبها وحطمك با 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 لحمك يشوك والله غير لحمك يشوك يا خاوتي. جزائر انا معك وفيك الدفاع. انهم ابطال الجزائر يبعثون برسالة قوية. يا جدك يا خاوتي. والله نبعثوا لهم غير هذو، نبعثوا لهم غير هذو، نسالي عدنا فقط في 24 ساعة نحتلوكم يا المراركة، والله غرب هذم، ونزيدو لهم شوية حماية مدنية فقط لأنه ما شكيتش بزاف نبعثو لكم العسكر على بالك، تديو طريحة تاع كلاب اللي جامي ديتوها في حياتكم، تديوها من عند الجزائريين، إما لا نبعثو لكم غير النساء تاعنا فقط، منا والجاية نعودو نحكيو باللي النساء تاعنا قويين عليكم، مش الجيش تاعنا قوي عليكم، وإنما النساء الجزائريات اللي نوجه لهم تحية. أنهم سيضربون بيد من حديد، أهم سيارة الرئيس، أبناء الجزائر وحماتها، من أعز أبنائها وصفوة شبابها، وقد تلقوا أقوى التدريبات واكتسبوا أفضل المهارات ليكونوا ذرعا قويا للوطن نعم ليكونوا ذرعا قويا لهذا الوطن، ومستعدين للتضحية في كل الظروف يا خاوتي من أجل هذا الوطن. فيديو للتاريخ، فيديو خاوتي خلاهم يترعدوا مساكن كيل فلوطة تشيكولا خاوتي. خفتوا يا المراركة؟ شفتوا ما كناش نكذبوا كي قلنا لكم باللي عدنا جيش قوي بزاف، ما كناش نكذبوا عليكم كي قلنا لكم باللي قادرين نحتلوكم بالحماية المدنية، ما كذبناش.
ما تقارنش بين الجندي الجزائري والجندي المغربي. الجندي الجزائري متوفرين له كامل الشروط باش يخرج قوي وقادر على شقاوي ويحب الوطن. هذه الحاجة اللي عنده يعني تميزه عليك، هو حب الوطن. الجزائري حب بلاده، لذلك تلقاه في كاش حرب ولا دخلت فيها الجزائر تلقاه يضحي بكلش، ما يخمم في والو، ما يخممش في الدراهم والشهرية خاوتي، يخمم فقط في الجزائر كيفاه يجيب الاستقلال تاع هذه البلاد وكيفاه يربح هذيك الحرب كيما صرا ضد الدولة الخيرانسية. فهمت؟ هذا هو الفرق بين الجندي الجزائري والجندي المغربي. ياو نبعثوا لكم النساء تاعنا برك نتوما، ياو عيب علينا نبعثوا لكم الرجال تاعنا باسكو يحقروكم، يحقروكم بزاف. وعلى بالي الفيديو هذا راهو يا خاوتي راهو طوندونس عندهم، الناس كامله يتحكي عليه، القنوات تاعهم كامله ما اي من برونشيا فيه الا قناه شوف تي في ضربك شغل ما شافوش تاع العب روحك ميت. تعرفوا هذيك تاع العب روحك ميت هذيك هي خاوتي بالذات قناه شوف تي في. ها والله يا اخواتي غير يغيظوا، مساكن يغيظوا، كل خطره الجزائر توجه لهم طريح، كل خطره يديو الكف من عندنا. 5 جويليا خصوصا في هذا الشهر تاع جويليا، يعني شهر فضيل بالنسبه للجزائريين. في جويليا ديتو الكف يعني 3 خطرات، داوه في 5 جويليا خاوتي، داوه ثاني في الافتتاح تاع العاب البحر الابيض المتوسط ما ننسوهاش، وداوه ايضا في افتتاح في تخرج الدفعات شرشالي يا خاوتي. واش نزيدوكم يا المراركة؟ مش بعتوش؟ والله كون جيت في بلاصتكم اني شبعت، شبعتو سقل على ما اظن. لكم خايفين ضرق، ما تخافوش ما تخافوش ما نديرو لكم والو، والله ما نديرو لكم والو. اغلطوا معانا بركو من بعدها سهل، كي تغلطوا معانا هاك على بالك، على بالك وش يصرالك، على بالك باللي تلقى الحماية المدنية في الحدود تلقى الحماية المدنية داخلة عليكم بالتيوت الماء، بالتيوت الماء تغلبكم. وش من سلاح عندكم سبحان الله؟ شفنا جميع الأسلحة تاعكم من عهد الحرب العالمية الثانية يا خاوتي، والله أسلحة رديئة جدا. ما زالوا يا خاوتي الأمريكان تبيع لهم كما نقولوا الحوايج الأخرى تاعهم رديئة تاعهم يا خاوتي، اللي ما يحتاجوهاش يبعثوها للمغرب، زبالة تاعهم يبعثوها للمغرب للمزبلة الأخرى في المغرب ما تقلقوش والله يا المغاربة، كلمي روحكم بشوية ما تقلقوش، الله غالب الجزائر قاوية قاوية عليكم استعرفوا خلاص، الجزائر قاوية من الأخر، احنا قاويين عليكم هذه هي الله يغيظهم مساكن. اني نتخيل يا خاوتي في هذيك المطيشة كي شافت الفيديو هذا وش صرا لها، اني نتخيل فيها كيف ضرك راي الحاكمة راسها مسكينة ربطاته مليح بالحزام مش ما يوجحهاش. المهم خاوتي خليونا انتم رايكم في التعليقات، وما تنساوش بهدلوهم كالعادة وضحكوا عليهم، ونتلاقوا في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.